Radar Sawa. Radar Sawa. Sawa. أحلام أفطرت على الجدران تجسدت بشعارات بروسية باتت حديثة الزوايا الثامنة مساء على راديو سوا. وسط أجهزة الكهرباء والاحتجاجات التي أثارتها يحدث هجمات على أبراج لنقل الطاقة يبدي تمسكها في موعدها ويدعو الأطراف كافة إلى تقديم البلاد العليا على وقع أزمة المحروقات في المخابز عن العمل يوم غد توقيف جريمة كفة الفرقان وصل مئات العراقيين اليوم احتجاجاتهم المنددة باستمرار انقطاع التيار الكهربائي بحافظتي كربلاء ونجف جنوبي البلاد وبينما اعلنت القوات العراقية وحدات الجيش اعمال تخريب طالت ابراج نقل الطاقة الكهربائية منطقة الكابلي تشكيل آلية لمتابعة تطورات هذه دفعت المحتجين في بغداد وكربلاء والنجف الى الخروج في مسيرات جنح بعضها الى العنف اذا اغلق محتجون مقر دائرة الكهرباء بمحافظة كربلاء بالاقفال بعد اخراج جميع الموظفين فيما واصل المتظاهرون بمحافظة النجف اعتصامهم وسط المدينة مطالبين بوضع حد للأزمة. الى هذا اليوم لم نرى اي تحسنا في الكهرباء من سيء الى اسوأ 20 ساعة ما خالف 20 ساعة و4 ساعات تكون مستعد ساعة 10 ساعات تكون ورجع المي لا مي شرب ولا مي غسل. حكومة الكاظمي التي عادت الأزمة الأخيرة إلى تعرض أبراج نقل الطاقة الكهربائية لأعمال تخريبية وهجمات بأبوات ناسفة أعلنت إحباط الجيش هجمات استهدفت أبراج الطاقة جنوب نينوى فيما تكتفت إجراءات الأمنية في المنطقة ليس بسبب الأعمال التخريبية حسب وإنما ردا على دعاوى قرر الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص توفر الكهرباء